يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: من عليه صيام شهرين متتابعين، هل ينقطع صيامه أو هل يقطع صيامه إذا وافق أيام التشريق أو سافر للحج؟ لا، ما ينقطع إذا أفطر لعذر، إذا أفطر لعذر كالسفر والمرض فلا ينقطع، أو أفطر إفطاراً واجباً كأيام العيد وأيام التشريق هذا لا يقطع تتابع، أو قطعه بصيام واجب كصيام رمضان، تخلل صيام رمضان وصام رمضان هذا لا يقطع التتابع، فالتتابع لا يقطعه صيام واجب ولا فطر واجب ولا عذر من أعذار الإفطار التي أباح الله الإفطار فيها كالمرض والسفر. نعم.